طيب شو معاه هنا؟ احنا عندنا الشاشة، اول حاجة تسويها بعد ما ترسم الواجهات كل عنصر موجود هنا عشان اوصل له في الكود، عشان اوصل له في الكود يحتاج اني اعطيه اي دي، يعني اعطيه اسم، اعطيه اسم. طيب شو معايا؟ هذه الشاشة هنا، هذا الزرار، هنا اعطيه مثلا اسم اكس، هنا اعطيه واي. المهم اني اسمي كل عنصر موجود على الشاشة هنا، هذا اعطيه اسم وهذا اعطيه اسم، اعطيه اي دي، لانه في الكود انا حوصل له بالاي دي تبعه، بالاسم تبعه، خلاص. طيب نيجي كيف نعطي الاي دي؟ تجي للعنصر الاول اللي هو البوتون، تضغط بالزر اليمين، تمام، روح لمين هنا، ايديت اي دي، خلاص كليك عليه. الان انت اعطيه اي اسم، مثلا خليني اسميه ام اس جي مسج، طلع لنا مسج، اوكي. الان لاحظ هذا الاسم من عندي، اجي هنا اضغط بالزر اليمين ايديت اي دي، خلاص اجي اقول له مثلا فاليو، خلاص سميته فاليو. طيب الان حفظنا، هذه الخطوه الثانيه بعد ما رسمت ابدا اسمي كل العناصر عشان اوصل له. نجي لمين؟ نرجع للتري هنا، تخش على السورس، نضغط على مين؟ على السكند اكتيفيتي. هاي انتبه معايا، الان احنا هذا الاكتيفيتي حنتفاهم معاه، له موضوع مره مفصل. هذه الداله اون كرييت تستدعى لما تشتغل، لما يشتغل او يشتغل البرنامج وتشتغل الشاشه يبدا ينفذ الداله دي. في احد اشتغل على سي سي بلس بلس وداله المين والمين بنفسه، يعني قريبه من المفهوم هذا. لا الان لاحظ معايا، هذه عرفنا وتكلمنا عنها امس، اللي ايش معنى الار وايش معنى اللاي اوت وايش معنى. طيب حينتبه، احنا قلنا كل عنصر تحطه في الشاشه يتخزن له رقم في الار او اسم في الار. لما انت تسمي الاي دي يروح يتخزن الاي دي ذا فين؟ في الار، خلاص. هيا شوف كيف اوصل له، الزر بوتون الكلاس تبعه، والتكست ايدي التكست، خلاص. طيب شوف معايا، نكتب دقيقه بس قبل الكتابه هنا، شوف معايا، نكتب كلمة بوتون. احنا قلنا نبغى نجيب مؤشر للعنصر، اول شيء لازم نوصل للعنصر، لازم نوصل للعنصر. فالبوتون من كلاس بوتون، خلاص. نقول مثلا سميه اسم واضح، احنا سميناه لا هذاك الاي دي تبعه، خليني اسميه مثلا ام يساوي، هذا يسمونه كاست، يسمونه تايب كاستنج، ما علينا. انت طبعا لما تيجي تستخدم حط نفس النوع اللي حطته هنا حطه في الاي دي، لانه هذا من اساس من اشغال يعني الاساسيات اللي موجوده في جافا. شوفها، شوف الداله دي، فايند فيو باي اي دي. انتبه معي، انت شايف خط احمر هنا، هذه هي اهم داله الان، هذه فايند فيو باي اي دي حتبقى معاك على طول. الان هذه الداله هي اللي تربط لك او تسوي لك الريليشن شيب، هي اللي تربط لك تجيب لك مؤشر للزر او مؤشر لاي عنصر على الشاشه. فانا اقول لها الداله دي فايند فيو باي اي دي. فيو ايش يقصدوا بكلمه فيو؟ يقصدوا اي عنصر موجود على الشاشه، هذه يسموها فيو، هذا فيو هذا فيو هذا فيو هذا فيو بالشاشه بالكامل فيو. فانا اقول جيب لي الفيو بالاي دي، ايش يعني؟ يعني جيب لي الفيو اللي الاي دي تبعه كذا. طيب جميل، نجي نكتب، شوف معايا، تكتب هنا ار دوت، انتبه معايا، احنا بندور عن ايش جوة الار؟ لا يا حبيبي، اللاي اوت الشاشه، اللاي اوت نقصد بالشاشات، احنا بندور على اي دي، وضحت؟ هو مصنفها لك. فنروح للاي دي، انت قايل له فايند باي اي دي. طيب اضغط كمان ايش داخل؟ اية اي دي دوت كمان، شوف ايش جاب لنا، شايفه؟ ام اس جي، الاسم اللي اعطيناه اياه. جميل،
الآن لاحظ جابوا لنا، بس برضو في خطأ. فين الخطأ؟ إحنا نحتاج نسوي import هنا للبوتون، لكن الإكليبس فيه ميزة هو صحيح عنك. أضغط على الإكس الأحمر اللي هنا، يعطيك هنا شوف، يعطيك قائمة بالخيارات للتصحيح، يعطيك قائمة بالخيارات. إحنا أول شيء خلينا نحفظ، نسوي حفظ الكل هنا، بعدين نجي. طبعاً يعطيك مجموعة خيارات، أبسط خيار إنك أنت تتعود إنك تكتب بيدك اللي هو import dot عفواً android dot. شوف جايب لك إيه widget. widget اللي هم يقصدوا بها، يقصدوا بها العناصر الموجودة في الشاشة. widget dot شوف، انا قلت له ترى بستخدم الويدجت اللي هي اسمها بوتون، لازم اسوي امبورت. اي عنصر بستخدمه لازم اسوي امبورت. الان هذا البوتون هو اللي خلينا نتعامل مع الازرير في الشاشه. لما اقول له امبورت تكست هو اللي خلينا نتعامل مع التكست في الشاشه. عموما الان شوف راح الخطا، صار ام. شوف هذا اللي انا اقصده، صار ام يشير لمين؟ هذا الآن بالكود أنا خليته يشير لمين؟ للزرار. خليته يشير للزرار. صار أي شيء أبغى أسويه على الزر أسويه على مين؟ على إم. هذا المقصود بالربط، هذا المقصود بالريليشن شيب. وضحت الفكرة؟ فمعناته قبل ما أتحكم وأتعامل مع أي عنصر لازم أسوي عملية الربط. طيب ربطنا، نبغى نسوي عليه أكشن. الآن مربوط الزر، ما سوينا شيء في النص. أبغى مثلا أغير عنوانه، عنوانه أكتب له أي عنوان. شوف شو اقول له، خلاص اي شيء بتعامل به انا قد ربط. اجي للام اقول ام دوت، يقوم يجيب لي جميع الدوال اللي تتعامل مع الازرار، ابسط داله موجوده اللي هي ست تكست. طيب عفوا نكتب ام ست تكست، ايش معناها؟ اللي هو غير العنوان، وفي اللي هي جيت تكست، ست وجيت. طيب مثلا Welcome to Java. الآن شوف شوف شو اللي صار. جبت المؤشر بعدين قلت له هيا نفذ على الزر. خلاص هو عارف إنه إم أنا أقصد به الزرار هذا اللي في الواجهة. طيب شغل. أول شيء خلينا نحط هذه. طبعا في نقطة أحب أنبه عليها هنا ونبهت عليها أمس. أحيانا لما يكون البرنامج شغال وتروح تشغل مرة ثانية عشان تجرب ممكن يطلع لك إيرور. يقول لك ترى اساسا البرنامج شغال قفله، فانت اساسا دائما لما تنتهي من الفيرشوال ماشين ارجع للواجهه الرئيسيه اضغط عشان يخرج من البرنامج. طيب تشغل، هيلاحظ هنا شوف انستولينج على طول لان الماشين شغال اساسا. طيب شوف قال لك سكسس ستارتنج، هيا شوف معايا، هنشوف معايا. هو قال أعطانا إنه العملية صارت سكسس أو يعني ما فيها مشكلة، اشتغلت، شغلنا الفيرشوال. إيش اللي صار؟ تغير النص. إحنا ما غيرناه يدويا، إحنا غيرناه من الكود. فهذا الآن بداخل الكود هذا اسمه مين؟ اسمه إم. هذا الزر اسمه إم. فشوفه صار أنا بداخل الكود أتعامل مع مين؟ أتعامل مع إم. ايش نرجع لل شوف ها عشان تفهمون الصوره. الان هذا عند الشخص العادي مجرد ايش؟ مجرد زرار، لكن عندك انت كمبرمج هو مين؟ ام. اي شيء بسويه على الزر ام لان انا سميته ام. وضحت الصوره الان؟ هذا المقصود بالريليشن شيب بين شاشه وبين الاشياء المحسوسه الواجهات وبين الكود. انت كمبرمج مالك بالكلام هذا. وضحت الصورة؟ طيب